قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بزيارة تفقدية إلى مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي للوقوف على كافة استعدادات المطار لاستقبال والترحيب بالتدفقات الكبيرة من الزوار الدوليين التي بدأت في التوافد على نسخة هذا العام من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفرمولا واحد وخلال الزياره اطلع سعاده الوزير على كافه التحضيرات اللازمه لمواكبه وفود الزوار والفرق والحمولات التي سيستقبلها مطار البحرين اثناء الفعاليه سواء عن طريق الرحلات الاعتياديه او الاضافيه او على متن الطائرات الخاصه، مشيدا سعادته بكافه التحضيرات اللوجستيه التي توفرها كل اداره كل من إدارة العمليات بالمطار وإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وشؤون الجمارك وشرطة المطار بوزارة الداخلية